من اي حاجه امشينا حبيبي كل سنة طيبين يا رجالة وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. كل سنة طيب يا حلوة يا حلوة انتي. كل سنة طيب يا رضا. كل سنة طيب يا حبيبي. كل سنة طيب يا مينا. أمك عملت لنا شوية كحك عسل. يا طهور بتقولي لنا قصيدة العيد كده بقى. فاكر قصيدة السنة اللي فاتت بتاعت حبيباتي اتشعطت مني. بس بزبتك مش كانت حلوة. كانت حلوة والله. خش بقى على بتاعت السنة دي. عايز تسمع حاجة؟ مصمم. اكتبني وقف لعبة بقى نسمع. مطاطي 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 ونفس مكسورة وراضي ان فيكي اعيش ولو لقيت بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. مطاطي ونفسي مكسورة وراضي ان فيكي اعيش ولو ليا بلد غيرك هسيبك وما تزعليش ويمكن في يوم نتقابل واشوفك زي ما انا بحلم ويمكن في يوم نتقابل واشوفك زي ما انا بحلم لكن دلوقتي سامحيني انا بحلم بلقمة عيش يا ابن اللذين. ايه ده بطاطي شعرك ريحته وحشه شعرك ركيك بطاطك يا راجل يا معفن مش فاهم قيمه الكلام اللي بيقوله. يلا يا عم قوم استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل ايه. انت عارف يا طاهر احلى حاجه فيك انت بتبصني ده وعلي. استنى بس يا جدع قول يا اخويا احلى حاجه فيك ان الشعر بتاعك سترونج ربنا يكرمك حبيبي وفي نفس الوقت ضعيف. This not your problem. دي مشكلتي انا مشكلتي. خليها على الله معلم خليها على الله. مالك يا ابو ادم ساكت ليه كده في ايه؟ سكتت طبعا يا معلم. انت قلبت علينا المواجع في الوقفه السنه اللي فاتت كنت عامل قصيده لحبيبتك. السنه دي شوف انت عاملها ليه؟ واضح ان احنا كبرنا كده والهم مال حياتنا. احنا ما كبرناش احنا فهمنا وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الالم. ألم وورقة وكراسة، إيه جو محو الأمية ده؟ أنا غلطان إن قعدت مع عالم جهلة زيكم، جاتكم القرف. اللي أقول له يا آدم هو مين الراجل ده؟ معرفش أنا فاكره جاي معاك. معرفش أنا فاكره جاي معاك. نعم أنا معرفش أنا فاكره جاي معاك. مين ده يا حاج؟ معرفش أنا فاكره معاك. اللي قولها عربي 10 سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك. عربي انجليزي شقلباز يعني ايه يا معلم؟ عادي يا جدع ميضاد الله يرحمه اسمه شقلباز وشقلباز دي كانت عيله ريتش في وقت الشده والانجليزي ده بقى اسم الشهره بتاعي اتمني بشتغل مع الاجانب طول الوقت زي ما انتوا شايفين كده وسايب العيال وامهم فوق السطوح وانت ناطر وزيهم لوحديهم. الله ما انا باشقى واتعب واشتغل واعرف نسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والاولاد ونعم الشقه. الله اعمل ايه يا صاحبي المطار يركب الهارد. ايه الهارد الصعب يعني برضه ما فهمتش يعني انت شغال ايه. انا شغلتي ايزي خالص اضرب المويل بتين المحزه وبروز السمانه واجي فارد على الشازلونج كده مط تلقط ايه بقى قلقط النسوان الاجانب من سن التسعين كده وانت طالع 90 وانت طالع طالع فين يا معلم انت كده طالع على القرافة. قلبنا عداد بدري بدري وكل ما كانت عظمه كبيره تفرهد وتاكل الطعمه بسرعه. يعني انت من الرجاله اللي بيبيعوا نفسهم عشان خاطر الفلوس. الله ينور عليك. الله ما هي دي الفرصه يا صاحبي. بس مش دي الفرصه يا صاحبي. الفرصه اللي غنى لها منير وقال عليها ايه؟ الفرصه بنت جميله راكبه عجله ببدال. بدال وجدول وجنزير وطبعا هتطبلوا له. بقول لكم ايه؟ ما تاخدوني لفه معاكم. ما تخنونيش يا ديزي، ساقك هيخش زي الناس دي كلها، انت مش على راسك ريش يا اخويا. لا يا اخويا على راسي ريش، ايه ايه، وساقي هيخش اول فار. مش هيخش الا في الاصول، بقول لك ايه؟ الفرن عطل، روح اعمله حته تانية يا اخويا يلا. ايه يا فانيليا؟ وبساطك على علمني ليا يا فانيليا؟ هي عليا معفنه، عليا الطلاب التلاته. اللي الساق بتاعنا ما
الفرن كمان في يخت ولا ايه؟ قصر يا عم فانيليا، لو كترت في الكلام هشقك. ليه بفتخها قدامك؟ في حاجه يا فانيليا؟ في ايه يا عم فانيليا؟ لا مفيش حاجه يا ادم. لا في يا ادم، مصر يدخل صاج الاول. قلت له ازاي؟ في ناس قبليه، هو انا على راسي ريشه يعني ولا حاجه؟ لا مفيش ريشه ولا حاجه.